نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، أهلا وسهلا بكم. البداية بأبرز العناوين. إلى العناوين. مقاتلات التحالف العربي تستهدف اجتماعا كبيرا لميليشيا الحوثي الانقلابية شمال جبل هيلان بمديرية صرواح غرب مأرب. قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في الجبهات الجنوبية الغربية بمأرب وتفشل هجوما حوثيا في جبهة مراد. ميليشيا الحوثي تستهدف مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة، والقوات المشتركة تدك مصادر نيران الميليشيات. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة إلى عبد الرقيب وأوسان وعبد رب محمد راجح بن غالب لبوزة وكافة آل لبوزة بمديرية ردفان محافظة لحج في وفاة والدهم المناضل اللواء الركن محمد بن راجح بن غالب لبوزة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأسبق والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والنضال في سبيل الثورة والجمهورية والوحدة. وقال الدكتور بن دغر في البرقية: إننا نتذكر جميعا مواقف فقيدكم فقيد الوطن ودوره في خدمة الوطن على مدى عقود، حيث كان مثالا للضابط المحترف والقيادي المحنك في المواقع التي تقلدها والتي كان من أبرزها نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة وقائدا للمنطقة العسكرية الخامسة. كان مثالا للتواضع والوفاء والثبات على المواقف تجاه القضايا الوطنية التي تربى عليها وورثها عن والده الشهيد راجح بن غالب لبوزة أول شهيد ومفجر ثورة 14 من أكتوبر المجيدة. وعبر الدكتور بن دغر عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الأليم، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبد المجلي أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يواصلون التقدم بثبات وعزيمة ومعنوية عالية وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات القتالية. وأوجز العميد مجلي مجمل الانتصارات والعمليات العسكرية التي خاضها الجيش والمقاومة الشعبية خلال الساعات الماضية وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وقال إن جبهات القتال في محافظة مأرب كانت الأكثر اشتعالا وتقدما وانتصارا بعد تحول أكثر الجبهات من المعركة الدفاعية إلى المعركة الهجومية. وأشار أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنت خلال الساعات الماضية وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية عمليات هجومية مباغتة في جبهة الرحبة ومراد جنوب غرب المحافظة. وأفاد أن العمليات الهجومية مكنت الجيش من تحرير مناطق مهمة وجبال وتلال استراتيجية حاكمة منها مناطق معين ومضرة وبقثة ومواقع العيارات. وأضاف: قواتنا استعادت 5 أطقم قتالية و3 عيارات وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية للمناطق المحررة جنوب مأرب كون أغلبها مناطق حاكمة وستحقق الالتحام مع جبهات مديريات البيضاء المجاورة وقطع خطوط إمداد الميليشيات الانقلابية. وفي جبهة ماهلية شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد طيران تحالف دعم الشرعية شنت عمليات هجومية مباغتة تمكنت فيها من تحرير مناطق عديدة أهمها منطقة عشيرة وذراع الديمة والربع علفاء. وفي جبهة شمال غرب وغرب المحافظة أضاف: شنت قواتنا هجوما مباغتا على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية بجبهة الجدعان والمشجح، أسفر الهجوم عن تحرير عدد من المواقع المهمة وتكبيد العدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وأضاف العميد مجلي أن للطيران المقاتل ومدفعية الجيش الوطني دورا كبيرا في تدمير المعدات والأسلحة والمدرعات والمواقع والتحصينات التابعة للميليشيات الحوثية وذلك في جبهات محافظة مأرب.
وقال إن محافظة الجوف شهدت عمليات عسكرية نوعية في جبهة الجدافر. نفذت قوات الجيش والمقاومة الشعبية هجوما مضادا ضد الميليشيات الانقلابية الحوثية، أسفر عن تدمير 3 أطقم قتالية محملة بتعزيزات تابعة للميليشيات الحوثية، مشيرا إلى تنفيذ غارات جوية استهدفت سكنات وآليات وأطقم قتالية تابعة للميليشيات. وأكد أن قوات الجيش والمقاومة في محافظة البيضاء شنت هجوما خاطفا على مواقع الميليشيات الانقلابية في جبهة ناطع شمال المحافظة، لافتا أن الهجوم تزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتحصينات الميليشيات الحوثية في ملفات عشار وجبل الكبار وشعب بحواص. وأشار إلى أن العملية الهجومية في جبهة ناطع أسفرت عن سقوط العديد من الحوثيين بين قتيل وجريح، مضيفا استهدفت مدفعية الجيش الوطني تحصينات ومواقع الميليشيات الحوثية وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد. وقال في مديريات الزاهر والصومعة وذي ناعم في محافظة البيضاء نفذ طيران تحالف دعم الشرعية ضربات محكمة استهدفت دبابات وعربات وأسلحة وأطقم قتالية ومواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية الإرهابية. نفذت مقاتلات التحالف العربي عملية نوعية استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية غرب محافظة مأرب. وقال مصدر ميداني إن مقاتلات التحالف استهدفت اجتماعا كبيرا لميليشيا الحوثي الانقلابية شمال جبل هيلان بمديرية صرواح غرب مأرب. وأوضح المصدر أن المقاتلات استهدفت تعزيزات حوثية بينها عربات مدرعة ودبابات غرب مديرية صرواح، وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية إثر غارات لمقاتلات التحالف. لقي عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون بنيران قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في الجبهات الجنوبية الغربية بمحافظة مأرب. وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني أفشلت هجمات حوثية مكثفة على مواقعها في مديرية رحبة جنوبي غرب مأرب، فيما استهدفت مقاتلات التحالف آليات وتجمعات حوثية وكبدتها خسائر كبيرة. كما تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها وسيطرتها على عدد من المواقع في ذات الجبهة. احنا نقاتل على فكر وهوية وبلاد، ولو يتبقى معنا شبر واحد ما نقاتل عليه في اليمن، والنصر قادم بحول الله وقوته، وطننا وهويتنا لو لم يتبقى من اليمن الا شبر قاتلنا عليه الى اخر طلقه واخر نفس واخر فن. نصر نصر كبير جدا، واهل الجوبه تقدموا واهل حيدر جرح تقدموا، واحنا الان تقدمنا زلنا التباب هذيك المعرقله والامور طيبه جدا. تم تطهير عشرات المواقع في جبهة من رحوم والأوشال، هذه المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي. تمكنت القوات المشتركة الساعات الماضية من إخماد مصادر نيران لميليشيات الحوثي استهدفت مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة. وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة ذكر مصدر عسكري أن ميليشيا الحوثي استهدفت بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة مناطق سكنية في قطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة بصورة عشوائية. وأكد المصدر أن القوات المشتركة تعاملت مع خروقات الميليشيات بضربة حاسمة تكللت بإخماد مصادر النيران وتكبدت على إثرها خسائر مادية وبشرية. يذكر أن القوات المشتركة قد أفشلت محاولات حوثية لإعادة ترتيب دفاعاتها في شارع صنعاء والخمسين داخل مدينة الحديدة بالتزامن مع إخماد تحركات حوثية في الجاح، لقي على إثرها عدد من عناصر الحوثيين مصرعهم وجرح آخرون. في الضالع نفذت الميليشيات الحوثية حملة عسكرية لاعتقال سكان إحدى قرى محافظة الضالع بعد توجيه الميليشيات للقرية بعد عدد من الاتهامات بهدف الإيقاع بهم. قالت مصادر أن ميليشيات الحوثي نفذت حملة عسكرية بعشر عربات عسكرية مدرعة محليا تحمل عيارات رشاش 12-7 وعلى متنها العشرات من العناصر الحوثية لتطويق قرى رباط الحرازي، وهي قرية صغيرة تتبع مديرية دمت بمحافظة الضالع. وأضافت المصادر أن 7 عربات عسكرية نوع تويوتا لاند كروزر قامت بنقل أفراد من القرية إلى السجون التابعة للميليشيات الحوثية بمدينة دمت، ولم تستثني الميليشيات سوى الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا زال هناك نقطتين عسكريتين مطوقتين للقرية.
استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة بالأسلحة الرشاشة. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين وسط مدينة حيس بصورة عشوائية. وأضافت المصادر أن الميليشيا استخدمت الأسلحة الرشاشة مخلفة حالة من الخوف والهلع في أوساط سكان المدينة. هذا وتواصل ميليشيا الحوثي أعمالها الإجرامية بحق المواطنين في محافظة الحديدة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين في ظل صمت وتغاض أممي مريب. ناقش محافظ مأربة اللواء سلطان العرادة مع نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن دييغو زوريلا والوفد المرافق له مستجدات الأوضاع الإنسانية والإغاثية للنازحين في مأرب وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في إغاثتهم وإيوائهم وتأمين احتياجاتهم. وأطلع المحافظ رئيس وأعضاء الوفد الأممي على خطة السلطة المحلية للاستجابة الطارئة ومصفوفة احتياجاتها للعام الحالي وجهودها المبذولة في استقبال وإيواء النازحين، معربا عن أمله في تعزيز الشراكة الإنسانية مع الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في المحافظة ورفع مستوى التعاون والتنسيق معها إلى أعلى المستويات بما يناسب طبيعة الوضع الإنساني والاستثنائي ويواكب حجم المأساة التي سببتها الميليشيات الحوثية في محافظة مأرب وباقي المحافظات اليمنية. وأوضح أن مأرب استقبلت خلال السنوات الست الماضية أكثر من 2,231,000 نازح يقيمون في 139 مخيم نزوح في المحافظة ويشكلون نسبة 60% من إجمالي أعداد النازحين على المستوى الوطني، مما فاقم التحديات وضاعف حجم الضغوطات التي تواجه قيادة المحافظة في إيواء هؤلاء النازحين وتوفير احتياجاتهم وتأمين متطلباتهم الضرورية في مجالات الإغاثة والإيواء والمياه والصحة والتعليم وباقي متطلبات الحياة الأساسية. من جهته أوضح نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن زيارته لمحافظة مأرب تهدف للاطلاع على الوضع الإنساني والإغاثي للنازحين عن كثب والتنسيق والتشاور مع قيادة المحافظة في وضع الخطط والبرامج المشتركة وتحديد أهم المشاريع الإنسانية الأساسية التي تحقق الاستجابة السريعة والطارئة لاحتياجات النازحين في كافة المجالات. الآن إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. We'll be right back.
ولمن فاتته النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين والزميل إبراهيم. مقاتلات التحالف العربي تستهدف اجتماعا كبيرا لميليشيا الحوثي الانقلابية شمال جبل هيلان بمديرية صرواح غرب مأرب. قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في الجبهات الجنوبية الغربية بمأرب وتفشل هجوما حوثيا في جبهة مراد. ميليشيا الحوثي تستهدف مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة والقوات المشتركة تدك مصادر نيران الميليشيات. وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية. في أمان الله، إلى اللقاء.